شكرا المنشن، كل شي فراولة على فراولة على لون فراولة ستوبري مك أرجة حق المسكة حق الجوال. هذا حلاوة ولا ايش بالضبط؟ وش ذا هذا يكبر البراطم يمكن او شي. واو وش ذا راح نفشية ويل، حبيت الالوان. المنشن لما يكون تفارق طويل ما بتقدر تسحب الفيزا، راح تورطي الصيون بسرعة لا يسرقون فيزتك، راح اسرقيه. او نو، الحمد لله اصعد ضفيري بساعدك. حبيت. شكرا المنشن. شو هيدا لوحة؟ عم تاخذ من اللوحة شي يا شباب، بعدين عم تاخذ من اللوحة. شو هيدا تلعب علينا؟ حبيت. شكرا المنشن. شو هيدا اليوم صح الاكل؟ انت اكلتين نامي بكير. حبيت. عم تاكل مخلل خيار؟ اوه شكله شهي. طينة، ليش كله تاكلينه انا؟ شو هيدا؟ كرز تميتم. شو هذا؟ شعر؟ ايش دودة؟ حلزون؟ ما بعرف بس بالعافية. حبيت كملة. هذا فلفل الرومي الاصفر الاورنجة. حبيت. باقي الاسباجيتي الاندومي. عم تحط الصوص. حبيت تاكله بقدمه واحده اكيد. العافيه ما شاء الله. باي. شكرا منشن. عم تقص راسها نصين، عم طلعت دماغي، عم تنظفها من الدم، طلعت اشي جوال ابل. ايش حطت بالضبط؟ الورقه زرقاء ما ادري ليه رجعتها للراس. ايش الورق اللي بالضبط؟ لصقة خيط. شكرا المنشن، اول مرة اشوف اكل مرتب حلو. كيك، بدت بالكيك، راحة كيكية يتمتع بالراحة. حبيت بالعافية. ماي جاد، بس ما تاكل بسرعة زي ذوليك، بخاصة المقطع على الكيك. ماي جاد، شو بتجيب؟ مو كيوت، مسح فمها. حبيت النظافة، راحة نظيفية. عم تاكل كروات ما ادري ايش، جبنه او ايش؟ ايش ذا، عنب؟ بالعافيه. حبيت، بس بطيئه بالاكل مش مثلهم. او ماي جاد، راحه بطيئيه. بطئتيها ترى المقطع بيخلص. سرعه يا ويلي. بروكلي. حبيت، شكل الاكل شهي والله من جد. واو تكفي، خلص المقطع. خلص المقطع. المنشن، الله شكل لذيذ. مكرونه يا شباب وطماطم. سفنجة، تك سفنجة يا شباب. حبيت، راح سفنجية. ليش بك سفنجة؟ عم تشرب السفنجة موية المرقة. السفنجة عم تشربها، لذيذ السفنجة. كانت الطماطم ما خلت شي يا شباب. اوه بدت بالمكرونة، الراحة المكرونية. حبيت شكل شهي لذيذ. ركي ذا. حبيت. وش ذا؟ حليب زين. وعجبها شكل. بالعافية منشن. عم تكب اشي كأنه شمع، عم تلفه بالراحة اللفية وتضغطه بالراحة، تضغط سلايمي اصفر كبير. عم تشكلهم بشي غريب، عم تحطه بحبل لون بلوي ازرق. شو هيدا؟ هذا ليموني، تفاحة. غنوا معنا أغنية okay. فتيات الروضة. Let's go. نحن اللون الوردي وأنتوا اللون الأزرق. أوكي. ميقلة البنات بيلبسوا فساتين. ميقلة البنات ما يلعبوش بالطين. وخالتي التي تعدل خمار قالت لي غني براحتك بس هتروح النار. بس أنا أبويا ما قاليش، فأنا هعمل الصح واشرب عصير. المنشن، راحة دولارية تشفيطية. لا يا حبيبي، زيرو من عشرة، عطني اياها لا تشفطها. والأربط حق الأبل الجديد والأبل القديم راحة زيروية. ايش هذا؟ اي عادي زيرو، عشرة من عشرة. حبايت المنشن، شو عم بي يشبك بالراحة الشبكية؟ مدخل ايفوني وسخ، كل واحد يخلي باله من مداخيله.
انا بشيك على مناخيري شوية بشوف مش وسخة، بس شوفوا قديش بينط بيطلع وسخات كتيرة، راحة وسخية عم ينظفها بالإبرية. هذا لما شاحنك بيكون مرة ما بيشحن مش حس سريع، هذا بيبطئ الشاحن السريع. نطفو سريع عشان ما فقدكم تطلعوا لي حبيت عمري. شو هالصوت؟ شكرا على المشيش يا هالكتلة المتعبة مربعية نارية حبات ضربية، عم بشكلهم بشكل معين ما بعرف، عم بكسر مربع صار مضلعة راح مضلعية. اوه عين، اوه عم بشكلها كأنها علبة غاز ما بعرف، متحمس النتيجة عم بيكنسب الراحة الكنسية حبات، بس ما بعرف شو النتيجة اللي بتطلع معه يعني. اوه الصوت قوي، اوه عنيفة. هو شو عم بيحط بوسطة؟ راحة ضربية حطها بالوسطية. اوه شو بيطلع منها؟ كفر؟ لك بشوف شوي لما بفهم حبات، كنت ما فهمت. هذا على المنشن شو هيدا؟ راس كبير لونه بني حبات، راس راحة راسية كبيرية ثقوبية. شو هيدا؟ هذا حق السايكل مصدق حبات. فازلين ليش؟ وش طلع وكان قاعد ياكل كبسة؟ حط الفازلين بالبلاط وحط عليه الابل ماك برو، قاعد يرسم على الماك برو. يا اخي اذا ما تبي اعطني اياه يا اخي، بس ناس فاضية ما عنده شيء تسويه وقامت تخربط الماك برو. الزبدة خلينا نشوف، حط لون اصفر، بعدين جاب لون ازرق بلوي، حط على الفستانة، بعدين لونه بلون احمر. هذا شكلها سنو وايت الفتاة البيضاء، ايوة الساحرة الشريرة اللي ذكلت منها التفاحة راح تموت. زبدة حطه باسود بلاك، الله. بس الحين ما ادري ليش حط الفازلين، يقول بزود اللون الابيض عشان فستان العجوز يطلع احلى وفيه لمعه، يعني يقول له هايلايت ما ادري وش يعني، بس الرسامين اخواني يعرفون. الزبده قال يبخ على وجه سنوات عشان تصير بيضه بزياده، لان هي فتاه بيضاء. بيرفكت. ليش حط الفازلين؟ علشان الالوان، يقول انا ترى ما خربت مطبخي ولكن الفازلين هو اللي بيروح كل هالالوان، ولا كاني حطيت شيء. والله نخط، والله ما خطرت ببالي، بس برضه الحين الفازلين شلون تشيله؟ دبق يدبق يبي لك مليون بودر، مليون صابون عشان توخره. ابلش وخرت الالوان. طيب الفازلين وشو ذا؟ ام سوري. الزبده قاعد يشيل الفازلين بالورقه هذه يعني عشان ما يدبق. والله انك ذكي اذكى مني يا رجل، بس مش فاضي يا رجال. طيب قام يمطرس فيه الحين، يلا خلينا نشوف الرسمه صار عليها. بس خليك من فازلين يا ابو فازلين، خلينا نشوف. 1 2 3 ما شفنا شيء عشان تقول واو، بس يلا خلينا نشوف. سنو وايت، سنو وايت خلينا نشوفها. وخر الرقعة يا اخي خلينا نشوف يا بثرتك. خلاص دارين دارين، يلا خلينا نشوف، يلا يلا ورنا سبرايز. 2 3 صرت صفرة مو بيضة، ما حبيت بس حلو يعني الشكل. المنشن ايوه بويا بحب فاكوه.
حط عليها ما ادري بالضبط من جاي مسكرها تمام في مكان معين ثلاجة بعدين ايش هذا عم بخلطه بعدين لازم نحمس النتيجة انا احكي لكم قصة هذه الفتاة المسكينة الذي قعدت بالشهر مليون ساعة وخذت $100 من دا بيوتي ثم دخلت عند الجراح وبخبخ عليه مدري فليت مدري وش والزبدة عشان يوخر الفقاعات هذه والجراثيم والحفر والثقوب وقام قبصها بإبرة وطلع منها الفغغيس طلع منها دهون تقول وعي لنفسها طيب حطت شيء مدري وش ممكن مطهر بعدين جاب هذا ما ينفع هذا اللي يسمونه لومة ما ادري بودرومه الزبده حطته ما ادري شو حطت ليزر يحرق الوساخه تحرق حرق 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 حرقيهم هذا اللي الليزر الكربوني بعدين مسحته بعدين حطت بخشمه لزقه بعدين شال الدود في دود معشعش بذقنها شالته وش ذا ماسك حطت ماسك ما شلت هذا متنكب بالهالوين سياره هذا لابس سياره ولا سياره لابسته وش ذا اختفى واو ليت من لون كنادرك 2023 تعبي الموية وتعبي ألوانها معها المنشن بيحط كورة على اليد الصنم هايدي كذابات راح يذابية وسرعية ربوية حبوي الله نشوف الإبداع بيجيب شوكلة اللوح ويحرقها بعدين يحط عليه حكة بعدين يقطعها بعدين يلصق ببعض عشان يكون رجل بعدين يجيب بلاستيك نايلون بعدين يحط عليه شوكولاتة بعدين يخليها زي المقطعات بعدين يحطها على الرجل بعدين يحط عليها النار ويحط عليها مقاس عشان يقوس رجلين هذا الشوكولات هذا رجلين ولا شجرة طلعت شجرة شباب صدمني أخذ عيني شجرة خيب هذا كله شوكولات والله انه هذا مبدع بيجيب كرات وش هذا زيتون فستق بيلوك على زيتون حبيت هذا الإنسان مبدع رسم رشي حمام حمام دخن بايت لا هذا من قهرة سوري حمامة السلام حبايت المنشن يلا شباب نقيم هذا التغيير القمي